وطد المولي إدريس الثاني دعائم الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى. ولد المولي إدريس الثاني بعد مقتل والده، ثم بويع من طرف القبائل المغربية، وعمره لا يتعدى 11. وتبنى نهج أبيه تدعيم وركائز الدولة المغربية الناشئة. فقام المولى إدريس الثاني بتوسيع المناطق التي فتحها أبوه، فامتدت سلطته جنوبا حتى بلاد السوس الأقصى والسواحل الريفية شمالا، ونهر الشلف بالمغرب الأوسط شرقا، ودعم سلطته بإنشاء أجهزة إدارية وعسكرية وجبائية. لقد تزايد حجم الإنتاج الفلاحي في كل من حوض سبو وسوس الأقصى، وارتفع الإنتاج الصناعي والمعدني، فتم سك النقود الفضية والنحاسية الإدريسية في وليد وفاس، كما تمكن من توفير العملة المسكوكة، تنشيط الحركة التجارية عبر المناطق المغربية، وشكل عنصرا جديدا لتوحيد البلاد على مستوى الاقتصادي والمالي. ونشطت العلاقات التجارية مع مختلف الإمارات القائمة وقتئذ بأطراف المغرب الأقصى، خاصة مع إماراتي بني مضرار ونقور. لقد كانت المبادلات التجارية بين المغرب الأقصى وبلاد السودان وحوض البحر المتوسط في نمو متزايد عبر الطريقين التجاريين الغربي المغربي ماسة والشرقي المغربي درعا والسجل ماسة. تمكن بولي إدريس الثاني من مراقبة الرواج التجاري المار عبر امتداد هذين الطريقين شمالا، وساعد التعامل التجاري على المزيد من توسيع نفوذ الدولة الإدريسية والنشر الإسلامي عبر المناطق المتاجر معها. أدت مختلف هذه العوامل إلى نشر وتوسيع نطاق استعمال اللغة العربية بالمغرب الأقصى، كما نشأت مكتبات ودور للتعليم في كثير من الحواضر الكبرى كفاس وتمدولت. وقام المولى إدريس الثاني ببناء وتعمير مدينة فاس الواقعة في موقع استراتيجي بين جنوب المغرب الأقصى وشماله وشرقه، في موضع سهل السيس الغني بأراضيه الزراعية الخصبة، واتخذ منها عاصمة لملكه. وهكذا أصبحت مدينة فاس عاصمة الدولة الإدريسي بالمغرب الأقصى، واحتلت بحكم أدوارها المتعددة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مكانة بارزة بين الحواضر الكبرى في المغرب الأقصى. وتمكن مولى إدريس الثاني قبل وفاته المبكرة من توطيد دعائم الدولة المغربية الإسلامية بالمغرب الأقصى. حالة المغرب الأقصى بعد وفاة المولى إدريس الثاني. بعد وفاة المولى إدريس الثاني طرحت مشكلة ولاية العهد بين أبنائه، فقسمت الدولة الإدريسية بينهم إلى مناطق نفوذ مع احتفاظ الإبن الأكبر محمد ابن إدريس بالإشراف على مجموع الأقاليم. وبكذلك نشبت الصراعات السياسية بين أعضاء الأسرة الإدريسية الحاكمة، واستند كل فريق على عصبيته القبلية معينة لمحاربة الآخر، فظهرت بين القبائل المغربية مواجهات مسلحة، كان من أبرزها هجوم قبائل صنهاجة وغمارة المقيمة بالريف على القبائل الأطلنطية أولا، ثم على قبائل جبالة بعد ذلك. وتفاقمت النزاعات القبلية والجهوية عبر مناطق عبر مختلف المناطق، ما أدى إلى ضعف الحكم المركزي وتجزئة البلاد المغربية إلى إمارات محلية متعارضة المصالح. إلا أن انقسام السلطة المركزية الإدريسية وما رافقها من صراعات لم يمنع من استمرار النمو الحضاري بالمغرب الأقصى، فقد تم تأسيس مدينة تمدولت كبوابة جديدة للصحراء ومحطة تجارية كبرى بسوس الأقصى، تنافس مدينة سجل ماسة وتستقطب منها جزءا من رواجها التجاري.
كما توسعت الحركة التجارية والاقتصادية لمدينة تيمسان باب إفريقيا. كما لا بد من استحضار مسجد القرويين الذي أصبح يتلقى العديد من العلماء والفقهاء من عدة مناطق من العالم الإسلامي، فتحول بذلك إلى أول جامعة دينية ومركزا للإشعاع الإسلامي عبر المغرب الأقصى وخارجه. أمام هذه الحالة المزدوجة التي يعيشها المغرب الأقصى وقتئذ، والمتمثلة في ضعف السلطة التجارية المركزية من جهة ونمو اقتصادي وعمراني من جهة أخرى، فإن البلاد قد أصبحت عرضة لتدخل القوتين الكبيرتين المجاورتين الفاطميون الشيعيون بالمغرب الأقصى والأمويون السنة بالأندلس. لقد حكم الفاطميون ببلاد إفريقيا خلال نهاية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وتميزت سياساتهم الخارجية بمحاولات التوسع المستمر نحو الغرب، واستهدفوا من ذلك مد نفوذهم على باقي المناطق الشمال الإفريقي وتحويل الطرق التجارية المارة به في اتجاه غربي شرقي بدلا من الاتجاه الجنوبي الشمالي الذي يتجه للأندلس. وبذلك حاول الفاطميون احتواء الطرق التجارية لصالحهم وفرض حصار اقتصادي على الأمويين بالأندلس والاستيلاء على البلاد المغربية مستغلين ضعف السلطة الإدريسية. وكان العامل المذهبي المتمثل في كون الفاطميين شيعة دور في الدخول في صراع مسلح ضد الأمويين والأدارس السنة، فتمكن الفاطميون من احتلال عدة مناطق بالمغرب الأقصى. إلا أن التوسع الفاطمي لم يستمر طويلا، إذ سرعان ما قام أموي الأندلس بتمويل بعض القبائل المغربية تجنيدها وحثها على طرد الفاطميين، كما أن الدولة الفاطمية كانت قد ارتأت التخلي عن حكمها لبلاد المغرب الإسلامي والانتقال نحو مصر وبلاد المشرق، ومد الأمويون بالأندلس نفوذهم في اتجاه المغرب الأقصى والأوسط، وتم تدخل الأموي بالمغرب الأقصى عن طريق الاستيلاء على بعض الثغور المغربية على الساحل البحري المتوسط، تحريك القبائل المحلية للمطالبة بالانسلاخ عن السلطة الفاطمية، مما خلق جوا سياسيا انطبع بعدم استقرار الأوضاع وتفاحش الصراعات القبلية وظهور كثير من التكتلات السياسية الجهوية. لقد تشكلت إمارات محلية عبر المغرب الأقصى، كانت من أبرزها الإماراتان الزناتيتان مغراوة وبني خزرون المساندتان لأموي الأندلس. لقد استقر قسم من قبائل مغراوة بفاس وأحوازها وتوسع باتجاه صفر وداخل الأطلس المتوسط، كما انتقل قسم آخر من مغراوة لحكم مدينة أغمات فأسسوا بها إمارة أخرى موالية لأموي الأندلس، وقاموا بمهمة مراقبة القوافل التجارية المارة عبر الطريق التجاري الغربي الرابط بين أغمات وفاس. وحكمت قبائل بني خزرون مدينة سجل ماسة بعد أن طردت بني مضرار سنة 366 للهجرة، ومدت نفوذها على كل النصف الجنوبي الشرقي للمغرب الأقصى، وارتبطت بالولاء للدولة الأموية بالأندلس. وكانت إمارة بني خزرون أغنى وأكبر إمارة اقتسمت حكم المغرب الأقصى وقتئذ، إلا أنها لم تتمكن من امتداد عبر مجموع البلاد ولم تستطع توحيدها بحكم تبعيتها لقوات خارجية. إذا كانت إذن الدولة الإدريسية قد تعرضت للانقسام السياسي والضعف تدخل القوى المجاورة للفاطمية والأموية، فإن عوامل التوحيد قد بقيت كاملة داخل المجتمع المغربي إلى قيام الدولة المرابطية بإعادة وحدة البلاد المغربية.
إلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله.